أوراق. تعالى عايزك. خير يا معلم. اقعد، عايزك في حوار كده. حوار؟ اقعد يا ابني. ادينا قعدنا يا حاج. قول. المصيبة ان انا بقول كتير بس انت ما بتسمعش. وعارف انت ناوي توصلني لحد فين؟ لا مؤاخذة يا حاج، يعني كلامك مش واضح. ما تفهمني تقصد ايه من ورا الكلام ده؟ انت تعرف عيلين من الأبجية، واحد اسمه فتحي فلنكان والتاني اسمه صلاح كفريه. فتحي وصلاح. يا حاج، ساعات بيقعدوا معانا يعني لما بنبقى سهرانين، بس مش دايما، زمايل قاعدة يعني. طب ليه؟ قلب ليه؟ من امتى يا ابني بتقعد مع عيال بالصنف ده؟ ما انت هايص، مقضيها كباريهات ونسوان وانا معديها، يبقى لازمته ايه الكيف الرخيص ده؟ وطبعا انت بقى في القعدة بترش بضاعة عشان تسمع ده يقول لك يا معلم، وده يعظم لك، مش كده صح؟ مش على حاجة يعني يا حاج، بس الحكاية وما فيها ان ما تفسر كلامك يا حاج. انت عايز تقول ايه؟ العيال دول بيشتغلوك يا برا، بيقلبوا عيشهم من وراك، بيضربونا في السوق. اديني فسرت يا معلم برا، رد عليا انت بقى وفسر. ما تعاندش معايا وحاول تاخده على قد عقل مين؟ هو انا بقى فيا عقل؟ انا مش قادر افهم ايه المشكله يعني لما باصي مصلحه لواحد صاحبي. ها، ايه المشكله يعني؟ مصلحه مش هتاثر معانا. ايه الدنيا خربت؟ ابوك اليومين دول مش في وعي، في اللي واكل نفوخه ومخليه مش دريان بالدنيا. قصدك مين؟ قصدي اللي بتطلع اوضته كل ليله عشان تعمل له مساج. و وايه؟ اوعى يا بنت مطره تكوني عارفه حاجه انا معرفهاش. معرفش بقى يا اخويا، اهو ابوك عندك، روح اساله. تكون قصدك البيت سوريا؟ هو في حد غيرها في البيت هنا؟ لا 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 لا، انت كده مخك راح لبعيد. مخي ايه اللي راح لبعيد؟ بقولك البت واكله نفوخه. يا بت لا، انا ابويا اخره يتسلى يعني، لكنه بيأذى شويه لب وخلاص، لكن يدي سره ويسلم نفسه كده لوحده ده صعب. انت متعرفوش ابويا. انا عارفه البت دي كويس قوي وفاهمه حركاتها. البت دي مش سهل. اتفضلي يا حاج. صباح الفل يا حاجه. صباح الهنا يا حبيبي. اقعد، انا عايزاك. انا تحت الامر والطاعه، ويلك ايديك يا كبير. يا واد بطل باكش بقى واسمعني. القرشين اللي لميناهم مع البضاعه اللي هتستلمها مع اللي هيطلع من عمليه النوح يخلونا نقف على رجلينا ونرجع السوق من تاني. عايزين نروح بيتنا بقى يا خميس. عايز اموت في فرشتي. العمر الطويل ليك يا حاجه، ما تقوليش الكلام ده. انا عامل ترتيبي على كده ومقضيه مقضيه ان شاء الله. قلقان على خالك يا خميس، وخايفه لا يكون كبر وعظمه طري. انت عارفه الخرم اللي في نفوخه اللي منغص عليه عيشته؟ شو الزفته؟ انا مش فاهم انت ازاي وافقتي على الجوازه دي. بس وانا يهمك، هنخلص من العمليه دي وبعدين نخلص منها. هي ربنا ما يحرمني منك يا غالي. ولا من قلبك الحليب يا حليب. ولو عايز اخلص لك من خيل كمان اخلص لك من خيل. يا ولا. مش هي دي. لا هي دي. لا هي دي. بسكوتة. برو روم.
بررر 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 بررر. بالهنا والشفا مع عسل. تعيش يا حبيبي. أزوز حاضر يا حاضر. وتفتكر البت سوريا دي تنجح في المهمة اللي احنا مكلفينها بيها؟ إيه اللي تنجح؟ دي بت شطانة بتلعب بالبيضة والحجر. هي أي نعم رغاية حبتين وطلعت عيني لحد ما عرفت أجندها، بس أكيد هتجيب دغ الراجل وتخليه يتكلم. مهم بالنسبة لنا دلوقتي أخبار أفندينا. أفندينا مقضيها سهر وكباريهات وغرز، واللي مستغرب له لحد دلوقتي ما حطش رجله في حاجة. ده مش معناه يا علي إن أفندينا هيبطل شغل. بالعكس، أفندينا أكيد دلوقتي بيحضر لعملية تقيلة قوي. ازاي يا أفندينا علي ما يعرفش يقعد من غير شغل الفترة دي كلها. ادخل. تمام علي باشا. خير. في واحدة بره يا فندم عايز تقابل سعادتك. واحدة مين؟ لا تدخل. تحت أمرك يا فندم. اتفضلي. صباح الفل يا باشا. شكل المزاج رايق على الاخر. ايه اللي بيخليك تقول كده يا معلم؟ ما هو الجواب باين من عنوانه. الا قول يا معلم، لو انت صحي ناوي تجوز براءة. مين اللي قالك الكلام ده؟ مش محتاجه ولا يا معلم، ما هي الفوله باينه زي الشمس. اهباطي اهباطي، لا في جوازه ولا جنازه. طب أمان عليك بقى يا معلم، لو كنت حقيقي ناوي يتجوزوا اعتقوني بقى لوجه الله وسيبوني في حالي. ما بلاش عاوة وهالفطة فرغة. بقولك ايه يا معلم، تكونش خايف مني؟ فاكرني يعني زي القطط اللي بتاكل وتنكر، ولا زي البغبغان اللي يعرفوا يقولوا ويرددوا؟ لهجتك بقى لها مدة مش عجباني يا مطر. من اللي شفته يا معلم. ايه اللي شفتيه يا براتبني؟ ايه اللي شفتيه؟ ده انت عايشة في نعيم عمر ابوكي ما يحلم يعدي قدام بابه، وبتنام على حرير ومش قادرة تقيمي دراعك من تقل الذهب اللي هو شايله. عاوزة تشوفي ايه تاني يا اختي؟ عيب الكلام ده يا معلم، انا طول عمري بنت عز وبنت اصول. وما تنساش بقى ان انا مرات المرحوم الغالي اللي راح، وان جوازتي من براءة كانت غلطة بدفع ثمنها كل ليله انا وهو وشنا في وش بعض. يا ريت تفردي وشك زي ما كنت نازله كده، يا ريت. ولا اقول لك اتعلمي لك راسه وحبتين دلع كده، فكي شويه. فكي يا بنت، صدقيني لو فكيتي هترتاحي وتراحي جوزك معاكي. ما انت عارف اني ماليش فيه. ما دي المصيبه يا اختي. تهت والقناها، أنا أنده للبت سوريا أخليها تعلمني هزتين من اللي بتعملهم وهي بتحط لك فنجان القهوة المحمص. أسيبك بقى للاستباحة بتاعتك. دام الحكاية وصلت لسوريا، ما تنسيش خليها تعلمك إزاي بتهوى على الحجر. إيه إيه.